السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح تتناول بخصوص برنامج الكلايم ويت فور جروب ويت فيرجن 2. هذا البرنامج يوفر لك لونج تيرم مونثلي المتغيرات او الخاصة او العناصر المناخية للكلايم باراميتر، لكن توفيرها شو يوفرها شهريا، وكذلك يوفر لك المواقع المحطات الخاصة بكل بلد. راح اترك لكم اللينك الخاص بتحميل هذا البرنامج، بالمناسبة تقدر تدخل هنا تقرأ عن البرنامج اكثر وتابع لمنظمة الفاو ليقول لك انه هذا البرنامج الاو شو يسمح لك انه فور جروب ووتر ريكويرمنت. بالمناسبة يستخدمونه يعني ضمن منظمة الفاو فور اريجيشن سبلاي اند اريجيشن سكيدجول فور فيريوس لعدد من المحاصيل الرينج مالتهم الكلايمت. فهسه هنا دا يبين لك انه شو ينزل لك، هو ينطيك العناصر المناخية الخاصة بالمناخ وكذلك مواقع المحطات، فتقدر تتنزل عن طريق هذا الموقع. تمام، هنا انا مباشرة راح اترك لك هذا الرابط في صندوق يعني الوصف، فتقدر تنزله منه، تضغط هذا داونلود مباشرة. من راح ينزل راح يتنصب عندك، راح تكون الواجهة اله بهذا الشكل تقريبا. هذا هو البرنامج من بعد ما راح ينزل هذا البرنامج. فبعد ما انه هسه احنا نلاحظ هنا هسه نزل البرنامج عندك، يكون بهالصيغة هاي، تحدد انت البلد اللي تريد تختار له. هذا مثلا كهذا البلد، اي بلد انت تختار، بلدك الخاص اي بلد تختاره. تمام، بعد ما اختارت البلد يقول لك طبعا شريد يبين لك هذا البلد راح يطيك الاحداثيات الخاصة به لكل بلد، يعني لكل نقطة راح كم نقطة موجودة، اللاتيتود واللانجيتود والاليفيشن مثلا. طبعا يعطيك خيارين، يقول لك هل انه تريد ابين لك الاستيشنات الموجودة فقط بداخل البلد، لو ايضا المجاورة للبلد all station. هسه راح نجرب الخيار الاول. طبعا مو كل البلدان هو يخدمها، هسه انا هنا راح اختار اي بلد، خلي اختار مثلا بلد العراق. هسه هنا بستحضر مجرد تسوي سيرش عن البلدان. هسه هنا هاي العراق، تقدر تختار انت هنا، فهاي انطاك خريطة العراق طبعا بالحدود الإدارية، ينطاك هنا التسلسلات الخاصة بالستيشن. لكل ستيشن راح يديك الجيوغرافيك كوردينيت اللانجيتيود واللاتيتيود والإليفيشن وكذلك النيم الخاص بكل محطة. هسه إذا أضغط على هاي المحطة إنه يقول لي هاي المحطة، هاي أبعادها، هاي المحطة الثانية وهاي المحطة، وكذلك يعطيك البلد الخاص بها. هاي المحطات اللي راح يعطيك إياها أيضا تقدر تنزل أنت البيانات الخاصة بها، وكذلك تقدر تحفظ هذه المحطات هذه الستيشنات منين. تقول له اكسبورت صدر لي اياها، اما صدرها على شكل ايمج او تصدرها على شكل تكست. فهنا هسه تقول له سيف تو فايل، راح يصدر لك. بالمناسبه هنا هسه قلت له راح يصدرهن، حوطت فقط ذني راح يصدر لك. اذا تريد الكل فمجرد انه تمسح التحويض الخاص بهن. تمام، هسه هاي كم وحده تريد تصدر، ممكن تحتاجهن او ممكن تحتاجهن كلهن، فتعطي تصدير للكل مباشرة. من تروح على اكسبورت راح تقول له ليست سيف تو فايل، الصيغة اللي تريد انت تصدر بها الفايل اللي يحتوي على هاي المحطات تختار اما بشكل اكسل او بشكل نص تكست كيفك انت حسب الاحتياج الخاص بك، وتخزنه بمكان خزن انت مخزنه للستيشنات، وتقول له سيف راح يحفظ لك اياهم. واكيد ايضا يرسم لك يعني بعد ما تحدد تقدر ايضا من خلاله ترسم يعني مناطق توزيع الامطار او خطوط الطول خطوط العرض الخاصة بتوزيع الامطار. تمام عيني، وكذلك يبين لك الاستيشنات ويديك الديسبلاي اذن عرض. فهذا البرنامج كلش مفيد وبسيط جدا، وايضا يفيدك بتوضيح المحطات خاصة اذا كان عندك هناك مسند او فقد بالبيانات انه تحصل مواقع المحطات الخاصة بمنطقة دراستك من مثلا يعني المركز الخاص ببلدك. فهذا الموقع كلش راح يفيدك، هذا البرنامج اللي هو اسمه كلايمت ويت جروب ويت فيرجن 2 لوكال ستيشن ديستريبيوشن، وراح اترك لكم اللينك الخاص بي بصندوق الوصف. مجرد ما انت تحمله من هذا الموقع مباشرة راح يشتغل عندك،
وأي وصف كامل عنه تدخل على الموقع هو الموجود به، وتابع لمنظمة الفاو راح يعطيك شرح تقريبا مباشر يعني بكل التفاصيل الخاصة به. إذا تحتاج تفاصيل ثانية يعني مو شرط فقط يعني بيانات مناخية، راح يعطيك تفاصيل ثانية أيضا موجودة به ممكن تستفاد من عنده إن شاء الله. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت بخصوص هذا البرنامج، نلتقيكم بمحاضرات أخرى، دمتم بأمان الله وحفظه.